يكون اليوم معك. نعرف أنه تاريخ الشعوب من أجل في العالم من أجل المكافحة في حقها هي معركة للحصول على الحرية. هذا الكفاح المتواصل اليوم نتمنى أن المستقبل الأجيال القادمة من الأطفال أبدا تترك يعني مشعل في مواجهة تحديات الاحتلال. الشعب الصحراوي نادر نجد حقه في تعريف مصير منذ عدة سنوات، نادر كثيرا، وهذا الكفاح الصحراوي هو كفاحنا كذلك. منذ 20 سنة كمنظمة لم نعدم هنا في بريطانيا لم نعدم هنا ولكننا كنا دائما ندعم كفاح الشعب الصحراوي. The message is clear. Receive our children in your country and show them the things they cannot experience here in the desert. الرسالة واضحة، استقبلوا أطفالنا في مخيماتكم أو في بلدكم وأعطوهم أو أتركوهم يعرفون أنهم أبدا سيأخذون هذه التجربة في الصحراء. منذ سنوات ماضية وولد كرافت استقبلت أطفال صحراويين في مخيمات صافية في بريطانيا. It allowed people in England to learn and understand the political situation and history of Western Sahara. وهناك شعب في إنجلترا الذي يتعلم الواقع السياسي والتاريخي في الصحراء الغربية. We now seek to rejuvenate our links and rekindle the spark in Britain so our solidarity can achieve a renewed meaning. وسنتكلم في بريطانيا حول التضامن من أجل يعني الوصول إلى الهدف. International solidarity can help us to stand up when all we want to do is to lie down. والتضامن الدولي يساعدنا من أجل الوقوف إلى الوصول من أجل الوقوف إلى الوصول النهائي إلى النهاية. United, we have a strength that cannot be defeated. والاتحاد سيعطي أكثر قوة. This is not simply the struggle of the Sahrawi people against Moroccan occupation. It is the struggle of humankind against the shackles of domination. هو ليس كفاح الشعب الصحراوي فقط ضد الاحتلال المغربي، هو كفاح كل المعمورة من أجل كسر هذا الاحتلال وهذا الاوكيبيشن دومينيشن. We wish every success to your organization and that your success is also ours with a growth of hope. نتمنى النجاح لمنظمتكم لأن نجاحكم هو نجاحنا. من أجل يعني عمل مشترك من أجل بناء مستقبل مشترك. شكرا.